ازيكم يا جدعان، رجعنا لكم فيديو جديد. انا مش هرغي كتير، بس زي ما انتم عارفين ان جرجس عمل فيه مقلب التعبان ومقلب التمساح، فانا عملت فيه عقاب. العقاب ده انا اخترت الكومنتات بتاعتكم وبعد كده جمعت كل العقابات الحلوه وعملتها في فيديو. بس برضو انا كده انتقمت مره واحده، لسه ناقص لي مره بيز. فانا قلت انا لازم اشيل له شعر رجله، بس اكيد مش هعمل مقلب النار يعني، كده كده اتمسح. فانا قلت انا هجيب حاجات نشيل بيها شعر رجله، وانا مش هشيل شعر رجله بس، انا هشيل حاجات ثانيه كتير. فبس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشغل الجرس على القناه. ثانيه كده، أو الجرس. جرجس دايما بيجيب 20,000 لايك في 4 ايام 3 ايام، انا جايب 19,000 لايك وفي 6 ايام. في حاجة مش تمام بقى، انا مكلف وهنفخه. فيا ريت يعني نوصل الفيديو ده 20,000 لايك في اسرع وقت، 3 4 ايام هيبقى فشخ بصراحة. الوقت اللي احنا بنصور فيه الفيديو ده احنا عاملين ستوري على الانستجرام، اللي هيخسر هيتعاقب. لو حد عنده عقاب زي الفيديو بتاع الفار والحمام والحاجات دي اكتبوا العقابات تحت. يلا بينا على الفيديو. انا دلوقتي انا جايب نوعين من الغير، النوع الاولاني هو النوع العادي اللي بيلزق، والنوع التاني هو الصمغ الحار اللي هو ممكن يلزق بني ادم في الارض. فاحنا معانا البني ادم ومعانا الارض، فاشتغلكم معانا بقى. ششش، انا هعمل منك زلابيا عشان نفرش نفرش. وانا ما اصحاش هكمل بيسي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشغلوا الجرس على القناه. تغرى كتير فشخ، حوالي 15 كيلو، واللي انا دلقته ده حوالي 7 كيلو. لو حطيت غيرة اكتر من كده مش هينشف، وانا عايزه ينشف. ما علينا، احنا دلوقتي هنشغل مروحه. انا اخاف من الصوت بقى. دلوقتي احنا هنستنى الصمغ ينشف. مش عارف مظبوطه معايا قوي يا جدعان. ايه ده؟ رامي رامي اهو لف. ايه ده يا ابني؟ ايه ده شعرك طلع في الارض يا ابني؟ ايه ده؟ فتح عينك بس يا زيني. انا طلعت اخلص. ايه ده؟ صمغ غير ده كده روش يعني يا ابني؟ فكني. قول لي مش عارف فيك مقلب يا رامي. قول لي مش عارف فيك مقلب يا رامي لمده شهر. شهرين. اخلص. ثلاثة. أربعة. انجز. واللي مش عامل فيك مالك تاني. مش عامل فيك مالك لمدة شهر. يا اخلص. لمدة شهر. اخد. لمدة شهر. اخلص. متعصبش عليا. يا عم يا على فكرة انت مربوط، خد بالك من النقطة دي. انت رابطني كمان بحب؟ لا بس هو انت كده كفاية، انا ممكن اعذبك لسه فينا حاجات كتير. قول لي انا اسف يا رامي. هضربك يا رامي. انا اسف يا رامي. انجز احسن ما تطلع دين ام. اشتمني. طب على فكرة بقى انا كنت مشغل عليك المروحة وخليتك تنشف. يا ابن ال يا ابن ال. قولي والله انا اسف يا رامي. والله انا اسف يا رامي. والله مش هعمل فيك مال. والله لا تنجز احسن من فخ. هات سكينه اقطعه. اقطع ايه؟ بص يا لهوي، ما صمغ مش نشف اقطعه. اللي على الارض ده صمغ حار. هو انا شايف حاجه. واللي عليك ده صمغ. معلش بس صباعي مش نضيف من الصمغ، فنضف معلش. بس ما بحبش الصمغ يجي عليا. لو مسكتك يا رامي لا هفشغل. يخرب بيت الخرب.
اقول لك ايه، هتتعصب عليا؟ هشغل المروحه، انا حاسس لسه في حاجه ما نشفتش. هربطك انا احطك جوه المروحه. فكني انا هقوم ايدك. يا ديران ثانية يا عم انجز. انت بتشد شعري يا انجز، دماغي متعلقة. ما انت قاعد تعصني بصراحة يا ابني. ايدي التانية لازقة لازقة يا كل الناس. يا ابني اخلص. لا 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 حبيت ترجع تاني. سيب اخلص. اوعى ما هقومك. لا خلاص سيب. عايز امسح في حالي. تعال امسح فيا. معلش يا ماما. دي مرتبة شكلك نكتة. الكاميرا مش هتجيبها يا صاحبي، بس احنا نجيبها. اقسم بالله ربنا لا يفشخك. ينفع كده؟ انت عارف التيشيرت ده بتاع مين؟ بتاعك عادي. ايه نزل نزل يا مقرف. صمغ في صوابعك. مان انشف. انشف بس. لا بس لما تنشف هتبقى تمام خلاص يعني. هو ايه ده؟ هو ده شكلي غرفه 60 ده. طب تعالى افتح الحنفيه اقل حاجه. طب ما انت ارجع خد وضعك وابعد اهو. ارجع ارجع ارجع. بقول لك ايه، هات لي سكين. ماشي ماشي. في قطع من لحم الحي. مش عارف ايه الروشانة بتاعتك دي. مش عارف تلمع. طب بص 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 ما ترموهوش. هجيب لك علبة تحطه فيها. ايوه يا عم الكيلو ب 25 جنيه، انت عارف انا جايب كام كيلو؟ انت عارف انت هتتفشخ ازاي؟ انا حطيت الكاميرا كده عشان مش عارف اقطع بيد واحدة. خش استر يا ابني نفسك. كمان بنات الناس ما بتسيبش حد في حالها. طب بص لتحت. سوري يا جدعان الحتة دي بقى مش هينفع تبان لكم. شرف يتمرمط. بصوا يا جدعان ده ظهره دلوقتي بعد لما غسله بميه سخنه لدرجه ان احنا عشان نخلي الصمغ يبقى كده كله ينزل جبنا ميه سخنه. استنى اشيل لك حاجه. لا 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 معلش والله ما اعرفش ان المقلب صعب كده. ما تزعلش مني بقى. غرفه 60 ده